لكن قبل كل ذلك خلوني أشوف هذا التقرير لعبد العزيز السعيدي ثم نعود. أمي مطلقة وأبي دائما يضرب لي عند حالة نفسية معنفة من قبل والدي. قصص متكررة لقضايا التعنيف نسمع عنها بين فترة وأخرى، والد يعنف ابنته وزوج يعنف شريكة حياته وغيرها الكثير من القصص. حاولنا الوصول إلى تعريف واضح للتعنيف لتحديد خطوطه العريضة. مفهوم الإيذاء مفهوم ليس مربوط بشيء معرف يمكن تحديده بسهولة. لو ضربت الطفل على يده قام بفعل ضربته على يده، بعض الناس يجد أنه هو إيذاء وبعض الناس يقول لك لا هذا ليس إيذاء. التعريف اللي جاري الآن واللي معمول فيه هو تعريف الحقيقة ينقص كثير من الضبط ليكون هناك إمكانية لتطبيقه بشكل فاعل. مع تفاقم ظاهرة التعنيف أصدرت السعودية قبل 5 سنوات نظام الحماية من الإيذاء والمكون من 17 مادة للقضاء على هذه الظاهرة. في واقعه بعيد عن حل أي إشكالية، والمثالب اللي موجودة فيه مشكلة أنها هي مثالب واضحة ما هي محتاجة إلى يعني عمق كثير في التفكير فيها. الرؤية والزاوية اللي بينظر لها القانون في معالجة هذه المسألة، بمعنى هل ينظر لها أنها هي جناية ويعاملها بمعاملة القانون الجنائي ولا يعتبرها قضية اجتماعية؟ أتمنى أنه أحد حالياً أحتاج دخل سريع يجي أحد ويساعدني ينقذني، أنا ما أبي أموت. كقضية اجتماعية أنت دمرت الموضوع تماماً، لأنك أول ما تحط هذا النوع من الإشكاليات بمعالجة اجتماعية هذا معناته أنت خلقت بيئة خصبة للضغط على الضحية، والضحية عادة تكون مستضعفة ولما كان تم الاعتداء عليها فتزيد تضعفها. بالقانون الحالي بعد ما يرجع من السجن تزيد تخليه يعاقبها أكثر ويجعلها في وضع أسوأ. ستجد أن المنزل في العادة يكون أفضل من الإيواء، وكأن الرسالة اللي توصل لها أنه اقبلي بالذي كنت فيه خيرا لك من القانون حينما يطبق، لأن القانون حينما يطبق يأخذك للسجن. يرى الدكتور هاني أن نظام الحماية من الإيذاء لن يستطيع القضاء على هذه الظاهرة، بل سيؤدي إلى مشكلات أسرية أخرى. على سبيل المثال من المثالب اللي هي موجودة فيه أنه نظام الإيذاء المعنف يؤخذ إلى مكان هو في واقع السجن، بينما الفاعل ينام في فراشه في بيته. من الأشياء أنه مثلا بعد انقضاء فترة السجن حيعود للمنزل بعد سنة، إيش ممكن تكون نفسيته نظرته ويرجع يعيش مع الضحية بكل أريحية، ولا يملك القانون الحالي أكثر من ذلك. النظام أيضا حدد الإجراءات المتبعة مع مقدم البلاغ وأدب بالمساءلة كل موظف عام أو يعمل في القطاع الأهلي ولم يقم بالإبلاغ عن حالات الإيذاء الواردة له، وأعفى من المساءلة المبلغة حسن النية في حالة عدم وجود حالة إيذاء. الحس الاجتماعي يرتفع تجاه هذا القضية، لو لم أبلغ سأكون مسؤول. هذه مسألة جد تحتاج إلى إعادة نظر، إنه ما في شيء اسمه إذا أنت علمت عنها ما تبلغ، ليه؟ لأن القانون أصلا حماك. بحسب مصادر خاصة فإن مركز بلاغات التعرض للإيذاء 1919 التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية والذي يعمل على مدار اليوم تلقى خلال العام المنصرم ما يزيد عن 14,000 بلاغ تنوعت بين مستويات عالية الخطورة ومتوسطة الخطورة والبلاغات العادية. لمعالي المواطن عبد العزيز السعيدي، جدة.